صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشه السومريه، مستمعي اذاعه السومر اف ام، وحلقه جديده من برنامج ناس وناس. حلقتنا لهذا اليوم من ساحه الميدان بين اهلنا وناسنا طيبين لنقل مناشداتهم ومشاكلهم للجهات الحكوميه ذات العلاقه. من برنامج ناس وناس يا اخوان لجميع العراقيين داخل العراق وخارج العراق، ايصال هذه الرسائل والمناشدات الى المسؤولين للنظر بها وحلها والاستجابه لمناشدات المواطنين، اللي هي بالاصل اغلب المناشدات بنسبه 90% 95% هي حقوق، لكن للاسف انسلبت على مدار السنوات الماضيه. حديث الشارع العراقي بالفتره الحاليه موضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء اللي هو حديث الشارع العراقي. عدم تجهيز منظم للمواطن من قبل وزاره الكهرباء بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف، تحديدا الاشهر اللي احنا بيها شهر تموز اللي هي درجه الحراره نصف درجه الغليان 50 درجه مئويه، وبعد ايام داخلين فصل اب ايضا مشابهه درجه الحراره. فاحنا نوصل صوت المواطن ومعاناته للمسؤول، يعني من يتكلم صاحب البسطه ولا من يتكلم ابو التوك توك ولا ابو الشمبر ولا ابو ستوته ولا سائق التاكسي ولا حتى الموظفين، يقول لك مدى نرتاح لا بالشغل ولا بالبيت بسبب موضوع الكهرباء، ولا بالبيت حتى بسبب موضوع الكهرباء. الكهرباء ماكو يعني مي ماكو. اغلب المناطق مثل ما كنا البارحه منطقه الزعفرانيه يقول لك لا مي ولا كهرباء، والحال مماثل مشابه للكثير من مناطق بغداد. بين اهلنا وناسنا طيبين بساحه الميدان، صباح اليوم نقول لهم صباحكم الله بالخير. صباحك الله بالخير. صباح النور، هلا وبيك، الله يسلمك. هلا وبيك الله. والله زين بحال الحمد لله. الحمد لله ماشي. يا رب يدومك. ماشي. يا رب يدومك. يا ابي سولف. ويا وزير الصحة رخص ال شو يسموها هاي مال الصحة مال شنو؟ مال العيادات. الأدوية؟ لا على الراتشيتا. 25 اكو ناس ما عندها. عمك وناس ما عندها. 25 راتشيتا؟ 25 دخول يا الطبيب الدواء وحال. لا بس اسمح لي. قصدك العيادات الشعبية؟ لا لا. العيادات الخاصة مو الشعبية. العيادات الخاصة. نعم. العيادات الخاصة. اكو ناس ما عندها. كشفية الدكتور 25. 25 وبالحارثية اغلى ب 40 وب 50. اكو ناس ما عندها عمي. طبعا اكو ناس ما اقول للناس عندها. لا طبعا. اكو ناس ما عندها. ايه. هذا ها هي. بس هاي؟ ها هي. بس هاي الرسالة؟ ها هي هاي الرسالة وزير الصحة. انت من شنو تعاني؟ انا ما ابي شيء بس اكو ناس ما عندها على العالم على العموم مو بس علي. زين. عموم الناس مو بس علي. طبعا هو هذا انت تحكي يعني عموم الناس بصورة عامة على حكايته. اكو ناس ما عندها خطية تريد تروح للطبيب ما عندها. ما يصير يلعب شنو هواي اكو ما عندها. زين هو بس يعني هسه بس الكشفية 25 والدواء الدواء 50 75 و100 و150 وبالحارثية اغلى ما شاء الله المغرب ارخص. بالحارثية اغلى. بالحارثية اغلى؟ اي نعم. يعني كل من يسعر نعم نعم كيف كل من بكيفه. ماكو سعر موحد. لا 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 ماكو سعر موحد. الله يبارك فيك عمو. هلا وهلا. السلام عليكم. حياك الله حبيبي. شلون اخبارك؟ هلا عمو. شلونك حبيبي؟ شلونك؟ شلونك انت؟ شلون اخبارك؟ صحتك عافية. طمنا عن وضعك وصحتك شونك. ان شاء الله. والله وضعي شوية تعبان. انا مريض وبي امراض مزنة ومن خلال قناتك انت ابو الفقراء، يعني هاي القناة ابو الفقراء. الله يبارك. لان انا متابعك متابعة كل يعني يومية. شرف لي متابعتك. فلي مناشدة الوزير العمل. وزير العمل سيد احمد الاسدي. احمد الاسدي. اي شو تريد منه؟ انا قدمت يعني 10 مرات صار بالاربع سنوات. زين. اسمي ما جاي يطلع. اسمك ما جاي يطلع. اي والله. الدكتور تنزل تكتب الاسم بمنصة الموقع مال منصتي؟ لا ما كان. زين ما طيب سؤالي فيك. طلع لي الباحث وجاي بالشهر ال 12 بالوجبة الخامسة طلع اسمي مرفوض، رغم اني لا عندي راتب تقاعد، لا عندي باسمي، لا عندي سيارة، لا عندي بيت، لا شلون سبب الرفض؟ متزوج؟ ما اعرف. انت متزوج؟ اي متزوج. عندك اولاد؟ اولادي كبار، بس انا وزوجتي. اي معناه انه انت متزوج، يعني انت ايجار قاعد. اي والله. ولا عندك راتب؟ ولا راتب، ولا سيارة باسمي. ولا سيارة باسمي، ولا بيت باسمي، ولا كل شيء باسمي. لا والله. يعني ما عندك شيء من الدولة باسمي. امانة الله كل شيء ماكو. بالوجبة الخامسة حوالي احنا راجعت ما يقارب 3000 بعد هاي القاضيه بالتخطيط هيك عمي شامي هذا رفض رفض رفض. زين بو على مواليد عمري 65 سنه. يا مواليد؟ مواليد 59 طول العمر. زين الله هسه انت ما راجعت مره ثانيه هسه موضوعك قالوا لي ايش قالوا لي؟ قالوا لي قدم اعتراض. قدمت اعتراض بالكاظميه. زين هاي بشهر ال 12. زين كل ما اروح بعد
بعد شهرين بعد شهر بعد شهر الاعتراضات ما مرفوعه على الشاكله. انا شو اللي اريده من عندك بس انه اريد رقم تليفونك. نعم. واسمك اسم حضرتك حتى اتصل. نعم. نعم. بعد الاجتماع رحم الله والديك او من يكون موجود. اكتب لي هنا اسمك بلا زحمه. عماد جودي. عماد جودي. جودي 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 ايش؟ خضير. خضير نعم رحم الله والديك. اكتب لي رقم تليفونك هنا. 077 لا تقدر تكتبه؟ كتبه. السلام عليكم. السلام. حياك الله. سهلا. شلون حبيبي؟ شلون حبيبي؟ استاذي بس رأساً بس اسمح لي. اكتب 7 وكمل الباقي. شلونك؟ والله الحمد لله. شو أخباركم؟ طبعاً صباح الخير عليكم وعلى كل متابعين قناة السومرية. الله يبارك فيك. العزيز. تاج راسي. يسلم راسك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك عمو. حبيبي. يعني أنا عندي مناشدة. المن؟ خصوصاً لوزارة التربية. يعني صار 20 سنة بشرفكم ما قدرتم توفرون فت بيئة آمنة للنتائج. يعني البارحة يطلع هذا المتحدث وزارة التربية كريم السيد على يقول احنا مأمنين النتائج 100% وهاي المنصة تشتغل منصة نجاح. أما وخلوا الطلاب يعني تروح تاخذ الرقم السري مالتها وصارهم تقريباً فوق الشهر يصرحون جيبوا الرقم السري جيبوا النتائج. اول ما تلقوها باول ربع ساعه قفلت المنصه. وقفت قفلت المنصه قفلت بعد ابد ما تشتغل. زين صار عليها يمكن لود. وين اكو منصه بالعالم لود استاذ؟ اكو شيء اسمه سيرفر. هذا سيرفر هاي الوزاره شو مسوي مشتري سيرفر ابو $300 حسب ما سمعت. وهذا السيرفر يعني نهائيا ما يصلح لهاي يعني لهاي الخدمه خدمه النتائج. بعدين طلعت الاسئله عفوا النتائج بعدين انذاعت النتائج. يعني اقول يعني هذا اضرب شيء. هذا ترى يعتبر ملف فساد للعلم. هذا ملف فساد بس يعني حسبي الله عليكم حسبي الله ونعم الوكيل. طالب سادس؟ لا انا الحمد لله مو طالب سادس بس يعني عندي اخوي طالب أخوك سادس. ان شاء الله. اي والله نجح ولا لا؟ والله يعني هو مكمل بس ان شاء الله ينجح. بس اقول يعني عيب عليكم عيب عليكم طول هاي السنين صاركم بالعشرين سنة ويعني النتائج ما عرفتوا شلون تعدون هالطالب. رايك وحق الرد مقفول. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. حياك الله. شلونك تعلمين شلونك؟ الله يخليك. شلون اخبارك؟ والله ماشي الحمد لله. ابو منو؟ ابو حارث. ابو حارث حياك الله. ابو حارث ابيك محلي. شلون وضعك ابو حارث؟ والله يعني عندي مناشدة للحكومة على مود الكهرباء والمي. الكهرباء والمي. آه. زين. هم نحكي عامية. نحكي عامية. زين. رحم الوالدين. هم شو يسوون؟ يسوون الطرق والجسور. احنا ما نريد الطرق والجسور. احنا نريد يمشي الكهرباء والمي. هو طبعا. زين بس بس خلي اكمل حديثي. سؤالي. هسه اروح من هنا انا تعبان. ها؟ وهذا الطريق امشي به. وصلت البيت. اروح انا القي كهرباء ومي ماكو. انا شو اسوي بالطريق اذا كهرباء ومي ماكو؟ لا راح تعبان الطريق هو اللي يخليني ارتاح. سوينا كهرباء وفرونا كهرباء والمي. احنا نريد كهرباء والمي بعدين على كيفكم نسوي الجسور؟ احنا الشيء صح نبعد منه والغلط لا نتقرب له. صح مو هيك. هاي حبيبي تعلم 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 يا عمو. رحم الله والديك اخوي. تركوا عالم. نعم. فلوس سحب ما عندها. والله صح فلوس سحب ما عندها. فلوس العظيم كلامك صح. والله العظيم حق هذا. الله يمكن 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 يطلع المصرف ما جهاله مال علاقه طماطيات. والدليل هاي العالم اللي مفتح العالم شوف العالم تعبان باو عالم تعبان. ترى احنا بلد خير بلد خير. بس اسمك بالحصاد. اي وهسه يجيك وهسه راح تجيك ال 40 لبيك يا حسين تبرى من عندكم الحسين. عم الحسين كان يطلع اللقمه من حلقه يطيح الفقير. سلام الله عليه. سلام انت تسوي لي مواكب براس هاي الفقره وانت البرنامج ثلاث ارباعكم رحتوا حجيتوا بيت الله. حجيتوا انتم بدل ما تحجون بيت الله وهاي الفلوس كان وزعتوها لهذا اللي تامل الناس الفقره تعبانه ما عنده مبردل ما عنده بنكل ما عنده ملابس اذا بالجهاله بصوره صحيحه. انتم ترى عالم ترى نفسيته تعبت. والله العالم نفسيته تعبت. عالم نفسيته تعبت. حج بين الناس انه بدات تضجر ضوج تختنق. اعوذ من كلمه اعوذ من كلمه. انا هسه تروح للشورجي خيرهم يطلع له 5000 7000 دينار. زين هذا على عنده 4 نفرات جهال. زين شو يوكلهم انت؟ زين هذا حتى يفكر بالانتحار. ليش مو حرام عليكم؟ حرام. انتم المسؤولين بالدوله عندكم
تطفن ربع ساعة فدق لك ربع ساعة، جاهلك ينام بالحار ربع ساعة والله دقيقة واحدة ما ينام. احنا يا هو الفقير الى الله، الى الله الفقير الى الله، الله يباوع له ترى ما حد يباوع عليه الا الفقير. ونعم بالله. اي وانا دوختك. بالعكس عمو. والله العظيم. هذا واجبنا انه نستمع لكم. بتكون عسى 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 نقول عسى وشوية ها هاي قلنا الله الله بالفقير. واكو مثل عندنا ما لهنا مال قبل يقول لك كثر الدق على الحديد. اي ما ايش تسوي هاي. عسى ولا عليك. يلا مشكور. هذا هذه رسائل للبعض مو للكل. عيلكم على الفقير. شكرا جزيلا لك عمو. هلا عمو صباح الخير. شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ صب عليك حبيبي عمو الله يبارك فيك. السلام عليكم. حياك. شلونك؟ هلا 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 حبيبي. شلونك انت؟ خليك الله. شلون اخبارك؟ والله بخير. شو شغلك تاي؟ والله ابيع كيبلات شاحنات. كيبلات شاحنات. اي والله بالميدان هنا دائما تبسط. اي نعم. زين هاي شغله زينه شنو؟ اي والله عاصر خير. عايش عليها؟ اي والله عليها. من زمان تشتغل بيها؟ اي من زمان. صار لك جد بيها؟ صار لي هواي يعني من سنوات 10 سنوات. من سنوات 10 سنوات. اي والله. زين يعني هسه الدنيا حاره. اي بدي عشان اطلع منها تحل. اروح تروح للبيت. بايع ما بايع مشتغل ما مشتغل تحل. اي احلا. والعصر هناك افتح بومريدي. بومريدي هناك انت تشتغل بومريدي؟ اي هم بومريدي انا اشتغل. ايش تشتغل هناك بومريدي؟ هم تبيع حدا هني؟ اي هم ابيع حدا موبايلات. وشلون السوق مال بومريدي؟ زين الحمد لله. زين. اي والله حركة هناك زينة؟ اي حركة زينة الحمد لله. طيب عندك راتب عندك شيء من الدولة؟ عندي راتب بس ما يكفي يعني زواج ما متزوج. زواج ما متزوج؟ اي والله. ليش؟ حالتي تعبانة. يا مواليد؟ ما 70. طول العمر؟ ما 70 سنة. وما متزوج؟ والله ما متزوج. لين امكانيتك ضعيفة لو انت رافض فكرة الزواج؟ لا والله ضعيفة. ضعيفة؟ اي والله. ولا انت بدك تتزوج وصير عندك عائلة؟ اي والله. طيب الكهرباء شلون يمكم بالمنطقة؟ كهرباء زين الحمد لله. وين يا منطقة زينة هاي؟ بسوق الحي 17. سوق الحي قطاع 17. اي نعم. خير ان شاء الله. أيوة. شكرا جزيلا. الله يوفقك. صبحك الله بالخير. شلونك؟ شلون اخبارك؟ تعليم تعليم هنا أنا. اسم حضرتك؟ محمد. هلا ابو جاسي. شو شغلك يا حمودي؟ انا عمال. عمال. الله يبارك فيك وهاي ترزق ان شاء الله. الله. صار لك قد ايش شغلك؟ صار تقريبا 5 سنين. 5 سنوات؟ اي. طبعا هي الحمال واحده من الشغلات المتعبه. كسران ظهر. كسران ظهر الله يعينك. الله يخليك. لا تطلع حق تعبها ولا الحمد لله عشان طلعنا عمال الله 15-10-20 مرات مرات لا اكثر. 15-10-20-25 كمان توصل. اي توصل حسب يعني شلون اقول لك شغل الوضع حسب حركه السوق. اها وحسب طاقتك انت اكو مرات ما تتحمل. من يا ساعه تطلع الشغل؟ اطلع من 5 الصبح ارجع بالاربعه بالثلاثه. بالاربعه يعني تعزل الشورج على يدك. اها اها اجي ويا في التفتيحه تم ويا تعزيلته مره. تجي ويا التفتيحه وتعزل حلوه ويا التعزيله مال السوق. اي زين هسه السوق حاليا بهاي الفتره شلون وضعك؟ فد مره ماكو شيء. ماكو. زين انت حمل على ظهرك لو عربانه؟ لا على ظهري. على ظهرك؟ اه. شو عجب ما عندك عربانه؟ عربانه ما بيها شغل وهواي عربانه اكو. يعني بالزايد طلع لكم 7000-8000. زين وين مكانكم لو تفترون انتم تمشون؟ احنا لا اكو نقليات واحده هنا واكو نقليات باليم عمارة الضمان هنا. هاي هن بس يعني نقليات مالتو تشيلون على نحمل من التريلا ننزل بالكيات. صار لك 5 سنوات على هاي الشغله؟ 5 سنوات على هاي. اي من تركت المدرسه تركت المدرسه؟ اي يا صف وصلت وتركت المدرسه؟ خلصت الثالثه وبطلت. ما فكرت انه ترجع؟ يلا دراسه صرف. يراد لها صرف. انت الوحيد اللي بعائلتك تشتغل؟ اي الوحيد اشتغل انا. عندي بس اخ واحد اصغر مني. ذاك مدرسه ذاك اللي يكمل وصل. هسه سادس اعدادي. خليه يكمل مدرسه خليه يبكي انه حسن وضعه. الحمد لله. يا منطقه ساكن انت؟ انا بالفضل. بالفضل؟ اي شلون هالكهرباء بالفضل؟ والله عشان ما اقول ابوجك يعني خد مره زباله. تعبانه؟ اي. ايش يجيبوها ساعتين ويطفوها ساعتين بس هالساعتين شو يسوون؟ كل ربع ساعة نطفيها ورا 5 دقائق شغلوها. كل ربع ساعة نطفيها. أغلب أجهزة البيت كلها احترقت من وراها. يعني أجهزة البيت كلها احترقت؟ كلها احترقت. طفوي شغل طفوي شغل على مالنا. لو لا أنت بقيها ولا تم طفيها؟ هسه طفيها خلي شغل بالمولدة عم نرتاح احنا. تم طفيها ومشغلها شنو كل ربع ساعة. الله الله يكون بعونك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونك؟ صباحك الله بالخير. شلون أخبارك؟ أهلا وسهلا. ابو منو؟ نعم ابو منو؟
سعد ابو نتاج. سعد. سعد. شو شغلك سعد؟ كاسب والله قاعد. وش ما تشتغل؟ ابد والله ماكو شغل ماكو شغل. نهائيا يعني ماكو شغل؟ ماكو شغل. يا محلا تتر عليها تروح عليها. ما تقدرك شغل. خلي رقم تليفونك انا اخبرك. انت شلون تعرف حتى انه تتاهل بالشغل؟ شنو المهنه عندك؟ انا فران ما صمون اشتغل. فران؟ فران ما صمون. فران ما صمون؟ نعم. يعني فران خلفل وشو؟ اي نعم. ايه؟ خلفل مع حلويات معجنات كاهي ما كاهي اشتغل. ماكو شغل. تروح عليهم تفتح بيها خلي رقم تليفونك انا اخبرك. ما عاد يخابرك. الا بعرف واسطه معاريف لا لا. يعني هي بصراحه الفران يعني هسه فران ما شاء الله هوايه عندنا. عندنا هوايه. أمالي هواية يقول لك عندي هواية يقول لك انتظر عمري يقعد يلا اتصل عليك انا المحلات تراسة ما قاعد ايش السوريين ايه ايه وضع تعبان يعني حتى موضوع الفرن وضع تعبان هسه هسه مطعم اشتغل به مو الا فرن مطعم 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 اي شيء مو الا شغلته مو الا كل شغلته من هنا انت يا مواليد 90 انا ما متزوج لا متزوج منفصل قلق لازم تدفع نفقة تدفع نفقة مو؟ نعم تدفع؟ اي نعم ادفع وش قد نفقة لازم بالشهر تدفع؟ 150 150 نعم فانت ما تشتغل عندك نفقة اي نعم هسه انا ما عندي مصرف جاي ابيع تليفوني لا اله الا الله اي والله والله كنت جاي نات بيع تليفوني اي والله هاي تليفوني مكسور بدل شاشة ما عم ياخذ عندي لا هاي عندي جيب 1000 ونص جيب 1000 ونص بس 1000 ونص؟ اي والله لا لا الله اي والله اقول لك بيناتنا الله هسه انا مسوق الموبايلات ايه بي جاي بيع تليفون هسه رحت له ما يوم رحت له ما يوم مبدل شاشه مفطوره شاشه حتى لو باع هسه حتى لو بعته ماشي حاله شويه مصرف ماشي شي يجيب لك 10000 دينار 5000 دينار شو تسوي عاد؟ من ينطيك؟ من تروح اللي يقول اعطيني؟ قدم لا والله زين ما قدمت على مال عاطلين ما قدمت لك على راتب ماك صار لي فوق السنه مقدم ماك زين كل ما اراجع معك كل ما اروح اراجع معك مرتي نضع المعامله ماتي ايه؟ سويت معامله مره ثانيه وثالثه وذبيته وخلينا نهار الله زين انام بالله زين انام بالله هسه موعد مال الجنسيه اقدم على الكتروني 10000 اي نعم ما هسه ما مقدم ما عندي فزر اعطي معامله وصنصاخ وكذا ما عندي كذب عليك لا ما بي تروح تشكي كلمه من يقول ما تروح تشكي لا ما بي لا قبل بعد روحك زين ملينا نحش تعبنا والله زين يعني لا يعني واصلين مرحلة تعال يعني واصلين مرحلة أشكرك جزيل الشكر وأنت ما عندك تليفون حتى لو أقول لك أخذ رقم تليفونك تصلا راح تبيعه إيش أسوي الآن قلت لك ماك والله عندك جلد يعني قلنا إنه بيك واحد من أصحاب الأفران واحد أبو مطعم يشوفون حل إنه الأخير يدي يشتغل وعنده نفقه لازم يدفع 150 ألف بالشهر طبعا هاي الارهاصات هو يتحمل نتيجتها بس زين لو واحد يتواصل وياك هسه شلون؟ عادي خذ رقمي بما ابيع تليفوني واخذ صور عادي تواصل وياي تمام خليك هنا اكتب لي بورقه خادم خادم عيوني السلام عليك عليكم السلام ورحمه الله شلون اخبارك؟ الله يحفظك يبارك فيك ابو منو؟ ابو عباس ابو عباس سولف ابو عباس والله انا عندي مناشد الى السيد رئيس الوزراء المحترم سيد محمد الشياع السوداني محمد الشياع السوداني عنده مناشد يعتبرنا ولده ابناء اخوانه بس على مود سلم الرواتب زين قانون الخدمه المدني يعني يطلع نائب عدي عواد و مصطفى سند والمشهداني يقول صعب تطبيق سلم الرواتب يعني انت جاي تاخذ ملايين ما حاس بي انا الموظف البسيط يعني شلون عايش يعني راتبي ما يكفيني اسبوعين ما يكفيني والله قد راتبك انا راتبي 300 الف زين موظف زين قد حاسبي لك باليوم خدمت 7 سنوات حاسبي لك باليوم مش قد 5000 دينار اي هاي 10000 دينار 10000 دينار يعني راتبي ما يكفيني اسبوعين والله يعني هو جاي يقول مخصصات العالية وما يعني انت تدرب الموظف الفقير شلون عايش تدرب معاناته انت جاي تستلم ملايين يعني ما تخاف من الله من تطلع وتحكي حكي انت لا تضيف لا تضيف يا اخي انا ما اريدك تضيف اريد العدالة هسه اريد العدالة بالرواتب يعني ناس تاخذ مخصصات 200% و400%
وناس رواتبها تعبانة ما تقدر تعيش. انت وين بلاد عربي؟ على وزارة. احنا امانة بغداد. عمال خدمة؟ لا لا انا صاير. يعني احنا دوامنا من 8 من 7 مو من 8 لحد الوحدة الظهر. يعني حتى ما تقدر تشتغل يعني شغل ثاني ما تقدر. انت شغلك بجهد جهد جسدي. يعني انت تعرف ان راتبك كله ما يصير ورد 200 دولار؟ زين واذا اقول لك انا دوامي خارج بغداد. دوامك خارج بغداد؟ والله خارج بغداد. وايد تروح كراوي؟ لا اروح بالسيارة واجي بالسيارة. زين بس ادوام خارج بغداد يعني 300,000 هي والخطورة والزوجية يعني كلها 300. بعد الاسمي مالتك ايش قد؟ هم ها تذكرت في الشغلة. هسه اي نائب جاي يطلع بالتلفزيون يقول احنا طينا مخصصات 50%. زين والله العظيم طونا مخصصات شهر 11 وال 12. انا بالنسبه لي احسن نفسي اجتني 18,000 بالشهر. هم 18,000 هم هسه يا اللي يطلع الفضائيات يقول طينا الموظفين 50%. انا اقول له لا عمي ماكو ايش حكي. انا اجتني مال شهرين 36,000 مال 11 وال 12 وانقطعت هاي. بس ذن الشهرين. بس ذن الشهرين جتني بشهر 18,000 وقطعوها. 18,000 هم هسه يا اللي يطلع بالتلفزيون جاي يكذبون على الناس. يعني ما يدرون باللي واقع العايشين به احنا الموظفين التعبانين. يعني هو جاي ياخذ 15 مليون 16 مليون ما يدري بي انا شلون عايش. اللي انت تاخذ 300 زين انا راتب 10 ايام ما يكفيني. زين ورئيس الوزراء طلعنا مظاهرات. يعني حتى موقف من رئيس الوزراء ماكو. موقف من وزيرة المالية ماكو. يعني احنا طلعنا بالحر درجة الحرارة 50. زين يعني هم حسوا بينا بعاناتنا ما يصير. يعني احنا عندنا والله العظيم اليوم بسنة هو جاي يقول انا عندي 34 تخصيص وصار لسنتين. يعني كل ما يطلع نفس الحكي 34 تخصيص. تخصيص يا رئيس الوزراء. يعني صار لك سنتين يعني ما كملتها قيد الدراسة. قانون خدمة المدني سحبته من البرلمان وصار لك سنة ونص يمك. زين اعطينا فد موقف قدمنا. بس خليني اجيك شغلة. هسه انت راتبك 300 كهرباء شلون هي يمك منطقتكم الوطنية؟ ايه والله مو شيء تطفرتي. السحب بيش الامبير؟ الامبير بعشرة. بعشرة؟ كم امبير ساحب؟ انا ساحب 3 امبيرات. اي 30,000 ما يكفينا. بقى لك 270,000. والله العظيم عد اربع اطفال. اربع اطفال ربي يحفظهم. احمى الله واجد. والله العظيم رواتبنا ما تكفينا اسبوعين ما تكفينا وجايني الدايم فوقها. يا اخي ما يصير انت هسه هم حسب الفقير حسب الموظف جاء ظالمين الشعب. ما يصير يا اخي حسوا بالناس. رحم الله والديك. مشكور. 170,000 دينار 300,000 دينار 250,000 دينار راتب الرعاية 100,000 دينار. يعني هذه الارقام وهذه المبالغ يعني على مدار شهر كامل العائلة اللي متكونة من 5 افراد شو راح تمشي حالها؟ بالذات هذه العوائل اللي ساكنة ايجار. بالذات هذه العوائل اللي عندهم أب وأم يحتاج لهم مستلزمات صحية علاج. عنده طالب بالكلية عنده خط انترنت عنده خط سحب. 300,000 دينار هاي وين الصير؟ والله ما حياك الله. شلون حياك؟ تعال 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 من هنا. شلون صحتك؟ شلونك شلونك عيني بارك. شلون صحتك؟ الله يبارك فيك. أبو منو؟ أنا ممزوج لوي. لوي نعم. حياك لوي. يا مواليد؟ أنا مواليد 1974. 1974 14/74. خير إن شاء الله طول العمر إن شاء الله. رحمة الله على والدك. أنا عمو تعال يمنا. تعال زين. والله عندي أي تعال يمنا. أي حياك صباحك الله بالخير. هلا حبيبي شلونك؟ عندي ما أدري ملحوظة يعني. تفضل. من صار السقوط والدول كلها احترقت واشتعلت نار وهاي هسه من دي يراجعون على العقاريات. العقار كله صار من الستينات والخمسينات. من دي يلقون اوليات؟ دي يلقون اوليات مو الولا. زين محاكم العسكريه هل من معقول ما بيها اوليات؟ هل ممكن ما بيها اوليات من بعد السقوط؟ هذا السؤال هو طرحه انت للمعنى. هو انا دا اطرحه يعني من خلال كاميرتكم وموقعك من خلالك انت والاخ المصور. نعم. زين انا مواليدك 74 كنت اهارب ومزور.
يزمون بوقتها دفتر خدمة. اي ها وثيقة انهاء الخدمة البرتقالية. على خلالها حكمت انا 6 سنوات ونص. طيب. حكمت اول مرة اعدام، بعدين رفقة بشبابي طبق عليه القانون المادة 47 قانون العقوبات، هي الادنى محكومية اللي هي 5 سنوات ونص. زين. ظليت من 96 لحد ما نصف المحكومية وين؟ بابو غريب. من خلالها صار مشاجره كراميه وهاي قمت سبيه صدام حسين صارت عليه دعوه له. زين سولف المشكله ما تكسته شنو؟ فمن نطول نصف المحكوميه وين حول واني لمن العامه على 225. زين طلعت اي حقوق ما لي لان بوقت انا من طلعت صار السقوط، تعرف شقيت المقتبس ذبيت الاوراق. زين من تريد تراجع كل اي شققت بس انا من خلال هاي فكرتي وصل لك فكره يعني معقول ماكو اوليات يعني المحاكم. انا الحكم مع العلم على محكمه الخاصه مع العميد داود بالكسره يعني معقوله ماكو اوليات اذا اريد اراجع كفيلك الله نصبغ احذية هذا يا ترى صبغ احذية كفيلك الله. زين اخوي مود 71 من 89 اخذوه بعد ما لقينا له هسه بس دفتر الخدمه السويسري عندنا يقول لي جيب لي شهاده وفاه هو اخذوه من البيت قبل ما لقينا له احد هاي اللعبه يقول لي جيب لي شهاده وفاه. زين الوفاه توصل لازم بيها. اروح على مر رعايه ياباني ما عندي صباغ احذيه والله العظيم وانا هاي حالي اقمع لنا تجارات هاي زين يعني شغلات ما اريد اقول فيها وهذا حال متاذي والله صباغ احذيه يقول لي إيه الا متزوج يلا نسوي لك مر رعايه متزوج هو مو بس انتو والله اكثر من قناه موقره نشتكي وكل شيء واجبنا بالله العلي العظيم انا صباغ صندوق مال الاحذيه والله واجبنا احنا زين قطع سيوان الاذن الاعلاميين اللي نتجول بالشارع واجبنا قطع سيوان الاذن هاي مو اخذوا كله 50 مليون منو قطعك يا زين معه 95 معود مال الجمل ومال بالحار زين زين يقول لي لا انت ما كاتب لك بالجنسيه قطع سيوان الاذن وهم راح علي هاي ذا زين وهم راح علي قال 50 مليون مستوى وهم عم وهم كان يقول لا ما كاتب لك قطعه بال 95 اي مال خمس مال العفو قبل العفو مطببونه زين حتى اتذكر احد الدكتور مصري اللي قطع لنا مصري اللي قطع لنا دكتور مصري لحد الان اتذكره زين الله يكون بعونك وان شاء الله يوصل صوتك فبكت الله يعني اقول معقوله يعني ابك يعني هالحاله هاي يعني كل ما تروح دار يقول لك لا اوليات ويخلون معضله يعني معقوله ماكو اوليات شكرا جزيلا وصلتك الله يبارك فيك حياك شلونك بعد حياتي شلونك مين نبدي مين نبدي مين نبدي كيفك من الكهرباء يلا من الكهرباء من الوضع بالشارع خلينا نبدي من الكهرباء من الفساد من السرقات من فوق مين نبدي من الكهرباء من الكهرباء كهرباء كهرباء كم ساعه تجيكم بالمنطقه بالبيت والله بالنسبه ان هنا مو سوى 4 ساعات ساعتين 4 ساعات تجيكم ساعتين بساعتين مو سوى عقلهم بالساعات بس اسمع لي حمد نعم 4 ساعات تجي احنا بالنسبه لنا خصصا ها خصصا اه بس غير هنا لا ما سمت تطفي بس قليل مو هذاك زين زين بس اكملاتك لا تنطفي الكهرباء بما وهاي يوميا نسمع احنا الربط مال على الكويت الربط على الامارات الربط على الاردن يعني بيازر شوي ربط على مكان يا زمان يا زمان احنا نربط على الكويت وعلى الاردن احنا كنا نطلع الكهرباء للعالم والله عمي ايش وقتك من كنا نطلع الكهرباء للعالم يا سنه بالثمانينات بالتسعينات ما ملحقين على هاي الفتره نسمعها يعني يعني الوضع سيء الى درجه أسوأ الى سوء من 2003 لحد الان زين قبل الالفينات كان بغداد كلها يعني مو ماكو ازدحام ماكو ازدحام هاي المصلحة هنا هاي كانت تهز بغداد كانت تهز بغداد تهز هسه شوفوا كل ازدحامات باوع الشوارع بالثمانينات بالتسعينات شوارع تهز كاخذ ما تلقى دفايات ما تلقى هسه تعال شوف هسه ما تقول لي شنو فيتنام جايين بنغلاديش جايين باكستاني بس باكستان جايين هنود هنود جايين يمنيين جايين حمال جايين تركيا كردية طابة واحد إيران طابة واحد السعودية طابة ودنيا عمي مني حاسب بس أريد أعرف مني حاسب الرجال زين شو يسوي الرجال بس أريد أعرف شو يسوي الرجال شو يسوي ما يقدر يحاسب لأن هم كلهم نفس الطينة أبو سعد علي 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 أبو حسين عندي كلهم نفس الطينة والله العظيم أكو ناس هسه مو موظفين يأخذون راتب مو موظف ما مسجلين موظفين يأخذون راتب يعني هاي ما صاير هاي وين هاي سامع بيها لو شايف بعينك شنو سامع بيها عمي اشكال ديشن بالاعلام بالاذاعات بالدنيا هذا زين ايش احكي بعد والله ما بحل حتى الحكي بعد مليانه من عنده والله العظيم يعني ماكو هاي 21 سنه يعني ما ادري هسه نقول انه الرؤساء قاعد تتنحى قاعد تطلع زين انتم ما تدبروها اطلعوا يا اخي اطلعوا مو عيب
هم دا يقولون يا ترى احنا في شنة احنا في شنة احنا فاشلين، مو عيب، خلي تجي ناس قبلكم، خلي تجي ناس وراكم حتى تشوف الوضعيه هاي شنو يبني بكيفه، يفلش بكيفه، الدنيا بكيفه، يجون منك عارفين اراضيهم جايين هنا، زين ادي جايين هنا تجون تبنون ما حد يحاسبكم، ما حد يعني والله ما ادري يعني زين هاي مال هاي مال مال المواليد 57 هذا مال 57 مواليد عشان دفتر السويسري يطوهم 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 راتب مال جماعة الدفتر السويسري ما اقول لحد الان كل شيء ماكو كل شيء ماكو اشكال يعني شنو 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 يا اخوي والله بزعلنا والله العب هاك باع 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 هاي باع هاي ماكو عمي ترى ما يسوون كل شيء كفي لك محمد العربي ما طول ويجي ويجي ويا الامريكان ما يسوون لك كل شيء لا ينزل السماح الارض ماكو هذول ماكو حتى البيت الرسولي بوقو حتى البيت ماكو سل بيت الرسول يبقوا هم نشال هم شغل حصل عليهم اللقوة والخبز ما ياكلون اقول لك هم شغل خلي اسمح لي خلي اطلع قبل ترى دمرنا والله العظيم دمرنا ابغى ابو نصبر لا محشومين هم كانوا هناك ايش ياكلون هم ايش ياكلون كله فلافل وتبوله اجوا هنا كله لقوا في السمش وانا بعد شنو ده ضحكك اسم اجوا بالالفين ثلاثة من الامريكان طبوا على حسب الصور هذا قصر هذا زين بس عم اختصر ليها هاي مال 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 حارثية زين طب كم واحد هم يقول ما فقره بيمشي والله لقوا هذول ماكو مال ما سمش مال زينة والامريكان كانوا واقفين هناك دا يباعون تدري سووا طلعوا سمش دا ياكلوها هذا شو زين باعوا على الامريكان قال يهزوا براسه قال هم ذول راح يهزمون البلد شكرا جزيلا لك عمو الله يبارك فيك حفظك الله تعال اخوان تعال هم يا حجي تفضل يابا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه شلونك حبيب علاوي صحتك امورك يبارك بك الله احنا حجي الدفاع حجي الدفاع اي هسه قاعد نحشد على مود المظاهرات قالوا على اساس انه اوراقكم وصلت لل اي ابو البريه هم قلف الله عليهم هذول بالبريه وهذا بس بعد يعني بطيء فرزوا اعدادكم اخر شيء قالوا انه قالوا على اساس هذا بس احنا ما شفنا في الشيء يعني ايش قد اعدادكم هسه انتم احنا 20 هسه قال ينطونا 10 يعني ما نريد ال 20000 هم قالوا إن أنتم على أساس 10,000 إيه 10,000 وقع رئيس الوزراء الله يخليه هذا زين هاي 20,000 من مين جتي ما 20 جابونا من العشائر وغير بكان وهذا فصوب المحافظات إحنا عددنا تقريب 10,000 أنتم 10,000 هذا الناس من قواطع عندنا دبابات مدفعية كل شيء عندنا هسه إيه؟ الله يحفظه كل شو اسمه سعد الشمري عندنا قاعد يراجع طيب عقيل الخفاجي وين وصلت أخبار وين وصلت تفاصيلكم تفاصيلنا هسه ما قاعد نعرف لأن كل ساعة شيء شغلات بطيئة يعني مو على السريع هي لجنة شنو أنا نطينيها لي أسويها بثلاثة أيام أربعة الكبار أحيلهم على التقاعد الكبار من الخمسينات وفوق أربعينات والبقية ثبتهم على الجيش إحنا على الجيش قاتلنا وهذا وطينا 700 شهيد وألف جريح يعني ليش هيجي الظلم هذا علينا البقية العالم كلها رجعوها بس هذول هم أخوتنا رجعوهم إيش قد رجعوا من عندكم تقريبا ما رجعوا احنا شنو حاجه الدفاع لازمين من 2014 من الفتوى المرجعيه نعم ايوه بقينا نقاتل وهذا وطينا ضحايا وشهداء وهسه بلكه تتناشد لي رئيس اركان الجيش سيد عبد الامير يا الله اي أيوة والله هذا بصفنا هاي هاي الدار أيوة بصفنا بلكه تتناشده يعني لاخوك علاوي اي أيوة والله علاوي يعني سيد عبد الامير وزير الدفاع السيد ثابت العباسي اي أيوة والله أيه. هو هم انسان محترم ومثقف صراحه نشوفه يعني نشوفه هو يطلع ويروح ويجي هسه خليه يعطينا عدد يعني هذا اللي خدمه والفحصه خليه يعطونا يعني. وزير الدفاع ورئيس الوزراء كتب لنا الرجال القائد العام للقوات المسلحه هو يم الموضوع اي موقع لنا كتاب اخر شيء اي قال اي وقع لنا هذا الكتاب عندي هسه وين تروح على الكتاب المن هسه العمليات كان الجيش راستر كان جيش له العمليات على اساس يمشينا وهيك وشغلات وهذا اللي هسه احنا صاحبين عوائل والقران كله مطلوبه والله العظيم يعني شنو 10 سنوات بدون رواتب الله يكون بعونكم رساله الاخوان من حشد الدفاع الى السيد معالي وزير الدفاع ثابت العباسي وايضا رئيس اركان الجيش السيد عبد الامير يا الله المحترم المحترم اكيد طالبين من عندكم الاخوان انه موضوع حشد الدفاع صار له 10 سنوات بهالارهاصات هذه حسب ما يتحدثون انه الكتاب مالتهم طلع من رئاسه الوزراء طلع من القائد العام للقوات المسلحه السيد محمد شياع السوداني وصل الى معاليكم فيستبشرون بكم خير ودا يشوفون شغلكم السيد عبد الامير يا الله وكذلك وزير الدفاع دا يشوفون انه يعني ناس اولا حتى لقاءاتكم ويا ابنائكم واولادكم المقاتلين تعطوهم الدعم المعنوي فالاخوان هنا ايضا مترجين من لازمين قواطع
كل احنا. هو دي يسمعك ترى، مو انا اقول لك. يعني اقول لك لازمين قواطع، مو جايين احنا مفصولين يا ما ادري وين. شكرا جزيلا وصل صوتك والله. انا قاتلت 12 سنه بالجيش الحرب الايرانيه العراقيه، 12 سنه حتى هروب ما عندي، وعندي قوات خاصه. شرفك انا اللي قاتلت 12 سنه وطبينا عمق 90-95 كيلو. ها هسه احنا مو خوش اوادم خونا، لو يجي الهارب اتكافئوا اللي يخون هذا البلد. يلا خلي يجاوبني، هاي وحده شنو اللي قدموه من 2003 لحد الان؟ كلهم اجوا خرب عليه عمو، كلهم اجوا بدون هاي الفرع، حتى تطلع رساله. ما يحبون البلد يا اخي، كلها متآمره. شلونك تاج راسي؟ الله يحفظك يا طيب. شنو عندك سؤال؟ انا ولا يهم كلام الحجي على راسي عمي. بس انت ليش لا لا الأمور؟ لا ما شخص الامور، احكيك اياها بال شخصه، لا تمشي لي باطار يعني جهه. اي بخارجي كل الجهات، نحكي بالواقع يعني. ارجع لي واقع الحال. سربي هلا حبيبي. اقوى اكله ناكلها هاي كانت سحله محروق سبعه اللي هي مسروده. كانت لنا جوع، صح ولا غلط؟ ها؟ هسه ملابس نطلع صحيح، هم اكو بعض العالم يقولون حراميين الشاله، هم نشاله باقونهم صحيح؟ ما نحكي عليهم، ما نقول احنا في خارج نطاق هذا السؤال، مو صحيح؟ بس احنا مرتاحين. هسه تسولف وضعك شنو انت؟ الحمد لله وشكرا. تشتغل؟ انا اشتغل بالكبرات هاي مال التليفون، شلون زين؟ بارك الله بيك. اشتغل والحمد لله خير من الله. ربي يرزقك ان شاء الله. خير. آية الرزق لك وللجميع. فلا يقول لي تبليط ماكو، هسه الحصه اقاطعك بالخير، هسه الحصه ما حد بحالها. تمام؟ هسه ما حد هسه انا وامي انا والدتي الحجيه والدتي الحجيه ما تاخذها شو تسوي بيها؟ اخوي العزيز جاز انت ما تحتاجها. لا ما نحتاج الحصه، لا اكو ناس تحتاج الحصه التموينيه. لا تحتاج العالم الفقيره طبعا. اي بس هسه ماكو فقير بالعراق. 40 كيلو طماطم ب 2000 دينار. شلون 40 كيلو طماطم؟ ماكو فرق فقير بالعراق؟ ماكو هسه. لا ما متابع. لا الفقير ما نسي. تعال ايش تشتغل انت ابوي؟ انا سابقا سويت وياك لقاء صباغ احذيه. صباغ احذيه. ايش قد تطلع باليوم؟ والله مو سوى يعني اقصى شيء واقل شيء. البارحه طلعت من الصبح لحد الظهر ما طلعت 2000 دينار 3000. هذا فقير ولا مفقير؟ فقير بس شريت 3000 والله شده. طلع الفقر هو مو عيب والله شده. اسمح لي اخي اسمح لي اخي، كيلو طماطم 1000 دينار اخوي ايش تحكي انت؟ ما يصير كلام استاذ، كلام يما نحكي بالمنطق وبالواقع، يما احنا ما قلت لك احنا لن نميل على حساب جهه وجهه. نميل على اي جهه يا عمي؟ فقر موجود، فقر موجود، موجود فقر ومزدر. تعرف ايش قد نسبه الفقر عندنا بالعراق؟ اكو معلومه قبل. ادخل على جوجل وشوف نسبه الفقر بالعراق. بس مو زمن النظام 16% ب 2024. يعني احسبها شوفها كم مليون. شلونك سال علي؟ ها حبيبي تعني متعلم. شلونك سال علي؟ حبيبي حياك الله. هلا قلبي سولف. هات اليوم من شفتك الحكيت وياك بالمتنبي على مدى هاي. ايوه اخذت رقمي من انا وقلت لي اتواصل وياك ما تواصل. والله يبا شوف صديق احنا بناخذ الرقم نقول عسى ولا انه جهه تحب انه تتواصل وياك حتى نوصلهم. فقط هاي الغايه. احنا بناخذ الارقام يا اخوان، دقيقه يا اخوان، احنا بناخذ رقم مواطن. الغايه شنو الغايه؟ الغايه انه في حال انه الجهه اللي ناشدها تستجيب لحتى نقدر نوصلها لا اكثر ولا اقل. اشوف الاخ حياك. والله قاعدين اخي، قاعد مش اخي الشغل ماني معوق ماني سقط الشغل ماكو تعي ماكو. قال روح روح دكتور 50 ايش 50000 دكتور؟ اي روح سوق ما تحليل ما تحليل رحت رجع لازم تخطيط شو ماكو او شيء عين ماكو حكومه ماكو دمرون عم دمرون شعب نضيف لنا دمرون عم دمرون هسه حكومه هسه سمعون هاي الشعب كله معك شو عين شو ماكو او شو ماكو هنا ناس ماكو ناس عم قليل ناس هاي شو تشتغل هسه؟ والله قاعد ما تشتغل اي شيء؟ وين معوق والله قاعد الله معوق انت؟ اي الله يكون بعونك. عندك راتب؟ ماكو والله لا راتب؟ والله ماكو. ما راجعت على موضوع الراتب؟ ما رحت لوزارة العمل؟ رحت ويقولون تعال احد رحت تعال سبت تحت ثلاثة أربعة شان قلب الله يكون بعونك. شلونك؟ حبيبي شلونك؟ شلون صح؟ الله يخليك. حياك الله. اسم حضرتك؟ محمد ابو جاسم. اريد اعقب على بعض العالم اللي حكوها. ايه؟ احنا مو كل شيء مدخلين الحكومة بالنص. زين. الحكومة مطيتك الامان. نعم. مبلطتك الشوارع. نعم. بس الصوت صوت شعب. صوت شعب يعني تاجر هو مرتاح ما يفكر بغيره بالفقير. ايه؟ صح لو كذي؟ اختصر لي اختصر لك؟ ايه؟
الاشغال ما يشغلون العالم، يجيبون المجالات يشغلون. هاي تعتبر مشكله ادخال الاعمال الاجنبيه؟ اي مجاقله كانت تعتبر مشكله، بس مو صوت الحكومه. لا صوت منو؟ صوت الشعب. رايك حبيب حياك اخر واحد. حياك الله. شلونك؟ شلونك اخبارك امورك؟ اختصر لي اذا عندك مناشد اليوم ما بقى عندي. اي مناشد عندي يعني رئيس الوزراء بالمتنبي قبل كم يوم بالافتتاحيه. اي بس قدمنا على الرعايه. زين. اي عن طريق رئيس الوزراء شخصيا قدمت الرعايه؟ الحمايه مالته قدمنا. طيب. وداقين عليه وانا كنت نايم. ما ابيش. وداقين على صاحبي قال لي انطي موعد انا ادق عليهم ما يجاوبون علي. ما بعدها شو اسوي ما ادري يعني. شنو اسمك؟ انا بكر قصي. بكر قصي. اي. وابو رقية وقاعد بجار دقوا عليكم ما؟ اي داقين علي عليك مكتب شؤون المواطنين؟ اي داقين علي وانا نايم كنت ما ادري داقين على صاحبي نفسه وطوا موعد. خليك يمي دقيقة. شلونك عمو؟ هلا عمو ان شاء الله. شلون وضعك؟ والله الحمد لله خير ان شاء الله؟ خير الله يبارك فيك. الكهرباء شو خبلونا والله. اي كهرباء اوكي هاي الكهرباء. ابو المولد هم يعقل علينا يوم ينطي يوم ينطي والله. كم ساعة تجيكم؟ والله ساعتين اقل من ساعتين. وكم ساعة تنقطع؟ ثلاث ساعات ساعتين. الله يكون والامبير بيش؟ والله ب 13. الله يكون بعونك. هذه هي المشاكل. والله دمونا بالكهرباء. هذه هي المشاكل. دمونا بالكهرباء. والله دمونا. والله الشعب هذا الشعب شيل من عندنا ما هذه. هذه هي المشاكل، هذه هي المناشدات، مناشدات كثيرة ومعاناة أكثر، لكن للأسف هذا ما يسمح بوقت حلقتنا لهذا اليوم. قبل نهاية الحلقة نكفي الحق الرد لجميع شخصيات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. برنامج ناس وناس عبر شاشة السومرية وإذاعة السومر اف ام. يكفي الحق الرد للجميع مشاهدي الكرام. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، التقيكم بحلقات اخرى على حب الله الوطن في امان الله.